والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الطريقة اللي جاية يا جماعة الميثود ديت اسمها 2 exponential، وسبق وإن احنا اتكلمنا عن موضوع الإكسبوننشال ديت قبل كده أو زي الصيغة العلمية. الطريقة ديت يا جماعة بتحول لي الرقم اللي انت بتكتبه للموضوع بتاع الصيغة بتاعت exponential method الطريقة ديت يعني. فأنا مثلا معرف متغير وكتب فيه 5000، فلما استخدمت الميثود ديت مع اسم الفاريبل كتب لي حوله لي بالصيغه دي، الصيغه الرياضيه دي، الصيغه الساينتفك، قال لي 5 اي موجب 3، يعني انا 5 في 10 اس 3 اللي هي عباره عن قيمه ال. نفس السيناريو لو انا كنت قلت له مثلا حطيت سالب فهيخلوا لي سالب مش عارف ايه، نفس الصيغه لو انا خليته المره دي مثلا من 1000 يعني ايه 0 على 0003 تبقى ايه؟ هتبقى بالحالة دي 3 ايه اس سالب 4، يعني 3 في 10 اس سالب 4 اللي هي 3 ايه سالب 4. ده اللي بتعمله بالظبط الميثود 2 exponential. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله.